هذه الدورة في بداية الموسم تحضيرا يعني للبطولات والبطولة الولائية والكأس الولائية، ارتأينا ان يعني باش نكون هناك يعني احتكاك، درنا هذه الدورة مفتوحة ليكون احتكاك بين يعني النوادي تاع الوطن وايضا النوادي المشاركة من خارج الوطن، تحضيرا يعني باش يكون هناك تحضير جيد للمنافسات القادمة ان شاء الله. كنا نلعبوا لي بول بصح الرافل هذه ما نعرفوهاش، رحنا للسويس شهر كومبيتيسيون شامبيونات دو موند 32 دولة، حفظنا حوايج وجينا هنا لمينا الغاشي لمينا لي زاتلات، تقريبا الروغروبمون الاول فيه تقريبا 60 اتلات بين بنات وذكور في الجي بلاج، ودرنا لينيسياسيون يعني التدريبات وين تعلموا الرافل ثم في عام 91 في سبتمبر وين دخلت الرافل في الجزائر. جينا المشاركه في هذه الدوره تخليدا لروح الفقيد هذه الرياضه زيان عثمان، نشكر رابطه الجزائر على تنظيم هذه الدوره ونتمنوا النجاح للجميع في هذه الدوره. احنا هذه الدورات ساعدنا كثيرا في تطوير مستوى لعيبه الفريق تاعنا، وكذلك تعتبر دوره تحضيرا للبطوله الوطنيه في الايام القادمه. بينا هذه التظاهرات تكون متكرره عبر الوطن، لانه علاه هذا الشيء اللي كان مخصوص عندنا هنايا باسكو كان دي زيليت دي غرون سبورتيف واسطورات مام جو بو دير، شغل راحوا قعدوا في لي زوبليات يتنساو. و اترافير سيز ايفينمون لا جو بونس انا مون افي الاحياء الذكرى تاع احد الناس لازم يكون تكرار وتتكرر.